دلوقتي مشاهدينا ما عدنا مع خدمة أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية. امبارح استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 15 جنيه و63 قرش للشراء و15 جنيه و73 قرش للبيع. سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني 21 جنيه و59 قرش للشراء و21 جنيه و85 قرش للبيع. أما سعر صرف اليورو فسجل 18 جنيه و54 قرش للشراء و18 جنيه و73 قرش للبيع. ومن أسعار العملات لأسعار الذهب في السوق المصري واللي استقرت امبارح مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة. عيار 24 سجل 904 جنيه للجرام. الذهب عيار 21 سجل 792 جنيه للجرام. أما عيار 18 فسجل 678 جنيه للجرام. وأخيرا الجنيه الذهب سجل 6336 جنيه.